للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الناشطة الحقوقية الأستاذة إيناس زايد. أستاذة إيناس، بداية مرحبا بك. مصادر في سجون أو في سجن التاجي في العراق تقول إن 4 من معتقلي السجن توفوا بسبب إهمال إدارة السجن. كيف تنظرين إلى أوضاع السجناء والمعتقلين في العراق؟ نعم، مرحبا بكم ومساء الخير لكم الجميع المشاهدين. نعم، أوضاع المعتقلين في العراق مع الأسف هي عبارة عن سلسلة من الانتهاكات المركبة والمستمرة. فيعني عند الحديث عن أوضاع المعتقلين، أولا هناك أعداد كبيرة من المعتقلين القابعين بالسجون دون محاكمة، دون تهمة محددة يعني توجه إلى هؤلاء المعتقلين. أيضا بالإضافة إلى ذلك نجد بأن هناك غرف اعتقال لا تتفق مع أدنى مقومات الحياة الكريمة. يعني هذا الأمر عندما نتحدث يعني عن هؤلاء الأشخاص، نحن نتحدث عن ظلم لحق بهم من لحظة الاعتقال، وأيضا مرورا بظروف احتجازهم، واليوم نشهد وفاة أو عدة وفيات، وهي بالمناسبة ليست يعني الحالة الأولى التي يتم يعني وفاة فيها معتقلين في السجون العراقية نتيجة الإهمال الطبي. فالأرقام تشير إلى أنه منذ نيسان 2018 يعني سجل القسم وفاة 23 معتقل تحت التعذيب أو بسبب الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون الحكومية المعلنة. هذا الأمر يعني عدا عن الأرقام في السجون السرية. لذلك فأوضاع المعتقلين من سيء إلى أسوأ، ولا يوجد هناك يعني أي حتى اهتمام في هذا الملف، وأيضا رادع من أجل وقف هذه الوفيات في السجون العراقية. وفاة 4 معتقلين في التاجي مع أنباء عن وفاة 2 في سجن الناصرية يفتح الملف الإهمال الطبي في السجون. لماذا يعني التعمد بإهمال المعتقلين طبيا؟ يعني هناك ربما يعني هناك أهداف سياسية معينة لتصفية بعض الأشخاص، ولكن هذا الأمر غير مبرر بأي شكل من الأشكال. يعني هناك كما ذكرت لك يعني هناك مقومات للحياة الكريمة داخل السجون، هناك حد أدنى من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المعتقل، ولذلك لا يمكن تحت أي ظرف تبرير هذا الإهمال. حتى وإن كان هناك دوافع سياسية فهذا الأمر يجعل من هذا الإهمال جريمة، لأنه عندما تدخل دوافع شخصية في للانتقام من بعض الأشخاص الموجودين داخل السجون، فهذا الأمر يجعلنا أمام جريمة حقيقية تستوجب العقاب. كيف يمكن عقاب المتسببين بهذه الانتهاكات بحقوق الإنسان؟ نعم، يعني اولا يعني مما لا شك فيه بان الاتفاقيات والقانون الدولي قد نص على حمايه المعتقل. هناك الماده 10 من المعاهد الدوليه الخاصه بالحقوق المدنيه والسياسيه نصت على ان لابد من معامله انسانيه للمعتقلين. ايضا هناك القواعد النموذجيه الدنيا لمعامله السجناء، وهذه الاتفاقيه يعني ايضا وضعت واكدت على الحق في الرعايه الطبيه. هذا الأمر يعني يجدر على الحكومة عندما يعني تقرأ عليها هذه النصوص بأن تكون هناك رعاية أكثر للمعتقلين السجناء من حيث توفير طبيب مناوب في السجن أو المعتقل، وأيضا أن يكون هناك رعاية حتى وإن تطلب ذلك تدخل أو نقل السجين إلى المستشفى، فيجب أن يكون هناك تحرك على الفور. ولكن هذا الأمر للأسف لا نجده، وهذا الأمر يعتبر انتهاء لهذه النصوص الدولية التي ذكرتها لك، ولا بد للمنتهك بأن ينال عقابه يعني على هذه الجرائم. نشكرك شكرا جزيلا من عمان الناشطة الحقوقية الأستاذة إيناس زايد.